السلام عليكم البنات، معكم فاتين. فاتين اليوم خارجة ضربوا معي واحد الخريجة إن شاء الله، وهانتوما معايا. نتمنى تكون خفيفة عليكم، ويلا هانتوما خارجين معايا مسالين معايا، يلا تكتشفوا معايا الطريق هادي. غادي عند واحد الحل واحد العربية تيبيع هادشي ديال صالون ماروكان، تيبيع الفراش تيبيع الظلامة، وهانتوما معايا إن شاء الله إلا لقيتو الحال. هانتوما البنات عندهم هاد الشكل رائع، هانتوما موديلات
المهم كاينه التشكيلات وهنا نخلي لكم الحانوت ديالهم، عندهم كل شيء زوين ورائع البنات. اللي بغى بحال دابا هكا ساكن في شي بلاصه ما عرفش هاد الجهه في اجل، نخلي له التليفون ويتصل بي، عنده شي شكالات رائعين وزوينين، موديلات زوينين، ثمن مناسب، شي حاجه اللي في المستوى. عنده هادشي ديال اللي عادي بحال دابا البيت الكلاص، هانتوما 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 البنات، واحد المشيش على وجه هاد المشيش ديروا لنا واحد اللايك فضل الله يسر امرا خاطر نضحك معاكم. هانتوما البنات كان هاد الموديل هذا الزرابي ريدوات، المهم هانتوما خاصة ندير الفيديو محمد اسمحوا لي راجلي تقلق. هانتوما عندو موديل زوين هانتوما البنات. المهم اللي بغى هاد الحانوت انا غنخلي لكم الادريسة ديالو تليفون، وهانتوما معايا البنات. المهم البنات هاد التليفون ديالو اللي بغاه مازال سلعة جديدة وعندو حوايج بثمن مناسب، وهاد التليفون ديالو اللي بغاه راه في اجان عندو حوايج زوينين. ونهاية الفيديو هو هذا، والسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. بالسلامة البنات، هاد التليفون ديالو.